وخلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية 32، أكد السيد أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائري أن العالم يمر بحالة استقطاب وأزمات في أمن الطاقة والغذاء، داعيا إلى حشد الجهود لمساندة الدول الأكثر تضررا. لقد تشرفت الجزائر باحتضان الدورة 31 للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فضلاً عن اندلاع الأزمة الأوكرانية التي وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد وأمام تحديات جديدة متمثلة خاصة في الأمن الغذائي والطاقوي. وفي هذا الصدد أجدد الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية العربية، لا سيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة.